جون لي اسم معروف جيدا في هونغ كونغ، فبعد أن شغل منصب وزير الأمن سابقا ها هو اليوم يعين على رأس السلطة التنفيذية. أمر لم يمر مرور الكرام عند الغرب، خاصة أن انتخاب لي خلا من أي منافسين. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كان أول المنتقدين للقرار، حيث شدد على أن تعيين جون لي يشكل انتهاكا لمبادئ الديمقراطية على حد قوله. ديمقراطية يرى الغرب أن جون لي كان أحد المسؤولين الرئيسيين عن انتهاكها، وذلك عندما كان المسؤول عن الأمن في هونغ كونغ خلال موجة التظاهرات التي اجتاحت المدينة عام 2019. غريمة الصين الولايات المتحدة كانت قد أدرجت جون لي على قائمة عقوبات فرضتها على شخصيات من هونغ كونغ والصين قبل أشهر. على الجانب الآخر ترى بكين أن هونغ كونغ تبدو بإطلالة جديدة وتتأهب لمستقبل أكثر إشراقا، مؤكدة أن نظام الأمن القومي الصيني أثبت أنه نظام جيد يتبع مبدأ دولة واحدة ونظامان ومناسب لواقع هونغ كونغ. نظام أقره البرلمان الصيني قبل عامين ويتضمن قمع الأنشطة الانفصالية والإرهاب والتآمر مع قوى خارجية وأجنبية، وهو ما اعتبرته القوى الغربية وسيلة لقمع أي معارضة في هونغ كونغ وإنهاء وضع شبه الحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة.